في غزة مشاهد الوداع والفقد المفجع تتوالى لتكمل صورة الجريمة الإسرائيلية الجديدة التي ألمت بذوي الشهداء وألمتهم. مسيرة التشييع كانت في استقبال الشهر الكريم وما زالت قوافل الشهداء تسير. ابنا مخيمي الشاطئ والنصيرات كان آخر من لحق بها. معين الساعي 58 عاما ومحمد عليان 20 عاما يعانقان أرضهما التي سالت دماؤهما من أجلها. كان الطلق يعني فوق العين اليمنى ومخرج من الرأس من خلف الرأس، إصابته كانت بالغة الخطورة. تم تحويله مستشفى الأقصى لمجمع الشفاء الطبي في يوم الاثنين الساعة تقريبا 1 الظهر. اليوم الساعة 10:15 أعلنت المصادر الطبية عن ارتقاء محمد ليلحق بركب الشهداء. معين لبى نداء الواجب، نداء الوطن لمسيرة العودة، وتوجه للحدود للمشاركة في اعتصامات مسيرة العودة. تمت إصابته في طلق ناري في السدر. رحلة الوداع مستمرة في أول أيام الشهر الفضيل، ما إن أغلق بيت عزاء إلا وفتح جديد في ظل عشرات الإصابات شديدة الخطورة التي تعج بها العنايات المركزة في مشافي القطاع كافة. كانت الإصابة تقريبا تحت في القفص الصدري، وبعد 3 أيام استاءت حالته. على ما يبدو أخونا بعد ما تحسن يوم يعني يوم والثاني خرج من العناية، إلا أن وضعه ساء ووافته المنية ولقي الله شهيدا بإذن الله تعالى. 65 شهيدا حصيلة يوم واحد لمليونية العودة السلمية عدا عن آلاف الإصابات. ومع ذلك تواصل الهيئة العليا لمسيرات العودة الكبرى فعالياتها التي تتمثل بإقامة صلاة التراويح في المخيمات الوليدة، علاوة على المظاهرات التي تتجدد عصر كل جمعة خلال الشهر الفضيل، إلى أن نصل لمليونية ذكرى النكسة الفلسطينية في 5 من الشهر المقبل. ما زالت ندوب الأيام الماضية غائرة والجرح نازف، ومع إعلان استمرار مسيرة العودة الكبرى خيار الدم سيبقى مفتوحا أمام وحشية محتل لا تردعه القوانين الدولية والإنسانية. من غزة، إسلام الزعنون، تلفزيون فلسطين.